24 ساعة وتحط النجمة ال11 على التيشيرت بتاعك، 24 ساعة وتكتب فرحة جديدة بتنضم لتاريخك العظيم. خلاص يعني الأدرينالين بيعلى، وأنا عارفة ومتأكدة إن مفيش نوم الليلة. ملايين من الجماهير مش هيعرفوا يناموا النهاردة، هيسهروا للصبح وهيفكروا في الماتش. فما بالكوا باللعيبة النهاردة قاعدة عاملة إزاي، بتفكر في الماتش إزاي، بتلعبوا في خيالها ازاي قبل ما تلعبوا في الملعب. عارفه انه في قلق، ولكن هذا القلق رغم تعودهم عليه ورغم انهم عاشوه 6 مرات في اخر 7 سنين، لكن كل نهائي جديد بيكون كانه اول نهائي بيعيشوه واول بطوله بيفرحوا بيها. او لا قدر الله، انا مش عايزه اقول الكلمه الثانيه، بس يعني لو بيزعلوا عليها برضو ده احساس اول كل حاجه. يعني 24 ساعه يا اهلي، وجيل جديد يحط نفسه في خانة أسطورية جنب مانويل جوزيه بالظبط لما يحقق إن شاء الله البطولة الثالثة في 4 سنين ويكرر إنجاز كتير افتكروه إعجاز مش هيتكرر تاني. 24 ساعة يا أهلي إن شاء الله، ونقول لك مبروك ال11 يوم 11 يا أهلي.